دايما تلاقي رموز ونجوم النادي الاهلي موجودين، وحضرتك الصوره اللي متعلقه في النادي الاهلي اللي بتجمع كل رموزه وكل رؤسائه تقريبا، وده يربط ما بين سؤالي ده وسؤالي او استفساري ده وسؤالي اللي قبل الفاصل على انه التقاليد هل هي تقاليد راسخه، ولا هل هي للاستهلاك، ولا هل البعض بيحب يتشدق بالكلمه دي يا كابتن طه، وهل وجود كل الصور دي للناس عبر مجالس الادارات المختلفه اللي اتفقت مع بعضها او اللي اختلفت مع بعضها بترسخ هذه القيم والمبادئ يا كابتن طه؟ مفيش شك، هو بس انا حابب اقول حاجه الاول، ان دي كلها امور تربويه. نعم. يعني انا لما بأذكر رؤساء النادي السابقين واذكر نعم. تواريخهم وافضلهم ومجهوداتهم فده اسلوب تربوي، لانه بيخلي اي رئيس يجي يبقى عارف ان هو هيكرم في نهايه عمله. نعم. بشكل كويس. نعم. زي اللعيبه بالظبط. نعم. لعيب بيبطل بيكرم في النادي الاهلي او في اي نادي يعني، بس نعم. مش لكن في النادي الاهلي كان بيعمل تكريم. نعم. للاعبين القدامى وكذا، هذا التكريم طبعا بيبقى نوع من انواع الامور التربويه اللي بتحث اللاعبين الصغار على ان هم يجيدوا ويجتهدوا، لانه في النهايه هيكرموا وهيبقى لهم ذكرى في النادي. هقطع حضرتك بس يا جماعه، دول رموز النادي يعني، مش لازم حتى نعم. كلهم كانوا رؤساء لكنهم نعم. رموز النادي. ده احمد باشا عبود باشا، صلاح الدسوقي، صلاح الدسوقي كان محافظ القاهره. سيب حضرتك احسن انت تقول تعلق. طبعا وده الدكتور ابراهيم الوكيل. نعم. وده الفريق مرتجي. نعم. وده الاستاذ محمد عبد الصالح الوحش. نعم. ربنا يديه كريمه يا رب ويرحمه ويحسن اليه. الكابتن صالح سليم. نعم. وبعدين كابتن حسن حمدي. كابتن حسن حمدي. نعم. وبعدين المهندس محمود طاهر. لا، متشيل انس، يعني ده اول رئيس للنادي الاهلي. لا، ده دي قديمه. طبعا ده البدايه في التاسيس. ثم المهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي. الاهلي. نعم. ثم كابتن محمود الخطيب. ثم يعني كابتن محمود الخطيب. يا ريت يا جماعه صوره المهندس محمود طاهر مهمه قوي تكون موجوده معانا رئيس النادي الاهلي. ثم كابتن، معلش نجيبها تاني من غير صريخ جوه، نجيبها تاني صوره المهندس محمود طاهر وبعدين صوره الكابتن محمود الخطيب. دول رؤساء النادي، المهندس محمود طاهر رئيس النادي ومتعلقه بس جوه النادي. نعم. كمان يعني سواء كان عضوا او رئيسا للنادي، وبرضه بطولات كتيره اتحققت في عهده، لكنه الكابتن محمود الخطيب برضه بطولات بدأت، لكنه بالتأكيد وهنتكلم عن ده كابتن حسن حمدي كان ليه دور كبير. نرجع لموضوع يعني البطولات ثم فدي طبعا انت لما بتكرم رؤساء النادي، على فكره حصل في فتره من الفترات من حوالي مثلا 15 سنه. نعم. كان في بعض الرؤساء اللي موجودين لسه عايشين. نعم. فاتعمل التكريم لهم. نعم. في حياتهم، وانا اذكر ان احنا كنا موجودين، وحتى من الامور الظريفه شويه احنا وقفنا صفين كده وهم معديين واحنا بنسقف لهم. الممر الشرفي. الممر الشرفي دلوقتي. وبعدين بعد ما عدوا كابتن شربيني ربنا يديه الصحه قال لي كمان 10 سنين هتقف، انا اوقف لك، ناس هيوقفوا لك الوقفه دي. يعني معناها ان كل من بيأدي مكرم. نعم. بشكل كويس. نعم. هي كلمة صغيرة لكن بتؤدي رسالة كبيرة. ده صحيح. مش بس لرؤساء النادي ولكن حتى اللاعبين. يعني السنة السنة اللي فاتت النادي الأهلي عمل تكريم لكل لاعيبة أجيال النادي الأهلي كلها. مظبوط. وأنا حضرت هذا. نعم. التكريم وكرمت فيه. ودي برضو زي ما بقول دي كانت لفتة جميلة الحقيقة، مسألة تربوية. نعم. رائعة جدا. لأن ديت بتحث اللاعبين اللي موجودين إن هم يجيدوا، عشان في النهاية رغم إيه؟ رغم إن الآن في احتراف. ما هو دي برضو من ضمن الحاجات اللي هتكلم عنها. نعم. في المبادئ. نعم. مبادئ النادي الاهلي اللي الناس بتتكلم في بعض الاحيان ده مش عارف ما طبقوش المبادئ، بس بيتكلموا كلام بتشدقوا، لكن في انك تطبق هذه المبادئ. ده كابتن صالح سليم لما النادي الاهلي خد نادي القرن. نعم. لما بتطبق هذه المبادئ في ظل الهوايه اللي كان موجود قبل كده. فالمساله بتبقى سهله جدا. نعم. الهوايه بتخليك بتطبق، دول اولاد النادي كلهم، وكان اللي بيلعب في النادي هم من اولاد النادي، سواء ابتدى وهو سنه 10 او 12 سنه او دخل وهو سنه 14 او 15 او 16. نعم. مع كل العالم كده، مفيش حد كله بيبتدي من الصغر. ده صحيح. ده صحيح. فانما بيبقى ابن النادي لانه. نعم. لعب درجه اولى في النادي من بدايته زي. نعم. ما لعبنا احنا كلنا كده. نعم. فعشان كده كان تطبيق كل الامور سهل جدا. في ظل الهوايه. نعم. اما حصل الاحتراف، الاحتراف اصبح كل لعيب له عقد. وعنده الحريه ينتقل بعد انتهاء عقد. او مثلا لو جاله عرض يسيب وينتقل لنادي تاني. دي ما كانتش موجوده الاول. كان اللعيب
مربوط في النادي بتاعه ما يتحركش ابدا. ده صحيح. الا كل اربع سنين كان في موسم انتقالات. نعم. ففي شهر من في هذا الاربع سنين، السنه الرابعه فيها شهر، الشهر ده 15 يوم ممكن تعمل جواب للنادي الاهلي، جواب مسجل انك انت او النادي بتاعك ان انا مستقيل. نعم. 15 يوم التانيين تسجل في كشوف نادي تاني. نعم. كانت سهله. كل اربع سنين. دي انا حضرتها السنه اللي رحت فيها النادي الاهلي. هي دي اخر موسم. اخر موسم انتقالات. بعد كده ما بقاش تقدر تتنقل الا باستغناء. نعم. لحد ما 89 اتعمل الاحتراف، اصبح عقود. نعم. واصبح نهايه العقد ممكن تنتقل او. نعم. يبقى ويشترى ويدفع الفلوس وكلام من هذا القبيل. صحيح. اللي هو حصل الان ده طبعا ما فيش شك ان هذا الاسلوب اصبح اي نادي وخاصه النادي الاهلي بيلعب على المركز الاول على طول. نعم. نعم. فمش ممكن